عليك بالمرصاد. لا 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 ترى نمسح. يا بو 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 السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير. خلونا نستكمل لعبة دراغون بول سباركينج زيرو. واللي صار في الأحداث السابقة إننا غيرنا مستقبل القصة، لكن هذه المرة راح نرجع زي ما كنا. هذه شابترات أصحابنا اللي لسه ما بدأناها، مثل ملحمة بيكولو جوهان و فيجيتا. وهذه المرة بعد ما غيرنا الأحداث وكذا بدون حرق، يعني اللي ما شاف الحلقة يشوفها، واللي لسه ما ضغط لايك إيش مستني؟ راح ندخل فصل ماجين بو، له نكهة خاصة بصراحة. احنا حاليا في قصة جوكو، وانا صار لي تقريبا ما ادري كم ساعة جالس العب ومقسم الحلقات، يعني حس انه ظهري حينكسر. المهم كل ارك له نكهته، له عنوانه، له احداثه. صح انها تكون مرتبطة ببعض بشكل غير يعني مباشر، خاصة ارك بو مو متصل معهم لانه مرت 7 سنين. اوكي، في الحلقة اللي فاتت شفنا انه جوكو عايش، بس لا، هذه المرة خليناه ميت ونكمل على نفس مسار دراغون بول زي ونشوف ايش المتخبي. صدقوني انا متحمس اشوف ايش فيه. حلو، رجع بس ما يقدر يكتب انه مات. بفضل جوكو وجوهان وهما الاب والابن يعود السلام الى الارض مجددا، مع انه جوهان ما سوى شيء يعني في الحلقة اللي فاتت. انا هزمت سيل قبل لا يموت. يسمع جوهان ان يسمع جوكو ان جوهان قد دخل بطولة العالم ويستخدم قوة العرافة بابا، فيعود الى الارض لمدة يوم، لكن عند مقابلته منافس اخر وهو الكايوشين، عرف ان ماجين بو المرعب على وشك اوكي. لمنع عودة بو يبتعد جوكو عن البطولة، وبدلا من ذلك يتبع الساحر بابي دي ويهزم أتباعه. ومع ذلك يستفيد بابي دي من رغبة فيجيتا في تصفية الحسابات مع جوكو ومن أجل غسل دماغه. فيجيتا خربها، يستخدم بابي دي قواه لإعادة جوكو والآخرين إلى حلبة البطولة. يا فضيحتي يا فيجيتا. Are we back at the tournament arena? What's wrong with you? I'm for the come fight. بعيدا عن المشاهدين، من حولهم يطلق فيجيتا انفجارا طاقة، يستخدم جوكو كل قواه لمحاربته، ولكن مسكين ما كان سوبر سينز، فبالتالي مات الجمهور وماتوا اللي في الحي. فتشينا دمر حي كامل او شارع كامل، خربها. فتشينا tell me it isn't true. You let Bobbity spell take control of you, didn't you? مع الاسف doing something like this would make me fight you. It's true, isn't it? If I hadn't gone to these lengths, we wouldn't be about to fight. I had one day, one measly day in which to beat you, and I wasn't going to waste it standing around on that ship. That was your reasoning? You killed countless innocents to try and repair your meaningless pride? Meaningless? What do you know of meaningless? I don't give a damn about Majin Buu. All I want is my fight with Kakarot. مضحوك عليك. طيب هما ما سابوا مسارات، يعني لو سابوا مسارات كان حنشوف شيء ثاني. ممكن يكون في مسار اني اهزم فيجيتا. Here and now I will emerge as the victor once and for all. There's no reason he ever should have bested me. He and I are both Saiyans. But I was royalty among our people. I was a prince, yet he prevailed. He even had the impudence to save my life before, and that is an indignity I cannot bear. Bobbity, move us to some place where there's no one else around.
give Vegeta the fight he wants, but not here! All right then, guess you can fight somewhere else. Pa-pa-da-pa-pa! يا كرهل الثلاثين فريم هذه والرندرة الغبية. يتم نقل فيجيتا وغوكو إلى مكان آخر، لكن يظل فيجيتا تحت سيطرة بابيدي. لكن اتضح أن رغبة فيجيتا لهزيمة غوكو هي للتخلص من سيطرة بابيدي الكاملة. For you to go this far, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? Can't lie, I get it. ما بعذر فيجيتا، بس عنده سببين يبقى عصفورين بحجر واحد. It'll be over soon enough when I kill you. يي. أوه. طبعاً في يمكن في مفترق زمن. تغير الأحداث. هل غير الأحداث ولا أكون مزهرية؟ يي. يلا سير سوبر سينس 3 غير المستقبل. انت هطف السين، حثالة السين، السين المفروض ما يخسره، وانت خسرت من غوكو يا فيجيتا. خلاص حبيبي عرفنا. I can sense radical energy back by the others. This Majin Buu creature must be really as powerful as the Supreme Kai was saying. I already told you. The only thing that matters to me is this battle. Everyone else can die for all I care. You're lying. Deep down, I know your soul is still the same, Vegeta. Ah, quiz. Radical energy back by the others. This Majin Buu creature must be really as powerful as the Supreme Kai was saying. I already told you. The only thing that matters to me is this battle. Everyone else can die for all I care. خذ طاقتي يا ماجن بو. You're lying. Deep down, I know your soul is still the same, Vegeta. Fine, let's take care of this Buu first. You wouldn't give me your best in this fight if... إذا تأخرت يمكن في تغير في الزمن. يحصل اللي يحصل. باي. فاتني. يلا ما في. طلع بو. ينوي غوكو هزيمة فيجيتا وماجن بو، لكن فيجيتا يفاجئه بضربة يعني غدرة ويغادر معه فاصوليا السنسوبية، ثم يخاطر بحياته لمحاولة هزيمة بو بنفسه بعد ما انجلد غوهان وفيجيتا انتحر. لكن بعد أن يواجه فيجيتا ضربة أخيرة يبعث ماجن بو فورا وبيدمر بابيدي. يرجع يستعيد غوكو وعيه، وعند عدم الشعور بطاقة الكي الخاصة بغوهان يفترض أنه مات. يجب التفكير لأننا في خطة هزيمة ماجن بو. هبط عند تعليم تقنية الاتحاد لابنه غوتين وترانكس ابن فيجيتا، والتي تتيح لهما الاندماج في مقاتل قوي. بعد السماح بعد السماع بذهاب
دمر المدينة الغربية. ترانكس يروح يجيب الكاشف، اوكي، في محاولة لكسب بعض الوقت يقاطع جوكو ماجين بو ويظهر للوحش هيئته الصحي. ايه؟ الله 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 كده على طول؟ Nobody asked for your opinion. Majin Buu is my loyal servant, and he obeys my every command. If he knows what's good for him. Oh. Whoa. ترى أنا بالهيئة العادية. الموسيقى حلوة. هذه مرة بدري. مرة بدري. هيا. ايوه. اضرب البالونة. هذه جديدة. لا لا ما يمزح. سوبر سين. Don't waste our time. Vegeta already tried the golden hair trick and look what happened to him. بلالين. There's regular old Super Saiyan. Then there's a level beyond Super Saiyan. But further beyond that. بلالين بلالين. بلونة. سوبر سايز 2 3 على طول. واو. I'm sorry this took so much longer than the others, but I haven't had as much practice with this one. This is what I call Super Saiyan 3. Get ready to see my real strength. Don't hold back. Yee! If I don't, who will? Oh, فلتت الضربة القاضية راحت على الفاضي. وهرب معاها ماجين بو ضيعني. ايوه. لف 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 طيروا. يلا جربها. فلتت. شت. راح احاول مره ثانيه قبل لا الوقت يخلص. لو الوقت خلص حيقعد عايش. ايوه. انت ايش رجعك؟ لا تخلص يا وقت. هيا ان شاء الله تضبط. هيا. فلت. شت. قهر. هذه راح تكون نهاية ثانية. نهاية لو فعليا تمكننا من ماجين بو قبل لا ترانكس يوصل للرادار. Kill this guy first. Right now. Go here, you first. هنا جوكو. Come on, big guy. جوكو أقوى من. Why is somebody as strong as you taking orders from a shrimp like Bobby? بس إيش المشكلة؟ قال لك إيه؟ قرر جوكو يترك مصير الأرض لأهلها. أخلاص. Let's rebuild something. See you around. أراك في الأجواء. لا أخلص منك وسيبك من الحركات حقتك يا جوكو إنه ما منها فايدة. Don't
Don't waste our time. من جد جيتا لا خلص. خلص من البلونة. Hold on. There's regular old Super Saiyan. Then there's a level beyond Super Saiyan. But further beyond that. عليك بالمرصاد. لا 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 ترى نمسح يا بو 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 بو. بعد ما ديندي اعطاني او عالجه بعد معركته ضد هذا ترى زاد قوته يعني هو كان مره قوي لا راحت علي الضربه القاضيه This is what I call Super Saiyan 3 ضربه جوه المويه عاجبك يا ابو ترانكس تأخر شوية روح البوفية روح سوى أي حاجة خلص الليلة مازمتك؟ I consider it an honor. ايوه تغيرت الاحداث. جوة الموية. What are you waiting for, Majin Buu? Finish off this long-haired creature already. We've got places to be. ولا كلمة. لما عمك ماجن بو يغطس جوة الموية ويوقف بهذه الطريقة تخرس خالص. شفت؟ هذه نهاية اللي يمزح مع بو إيوة كفو بو طوال المعركة دفع بابي دي بو حتى نقطة الانهيار الأخيرا ينفجر بو ويقتل بابي دي فورا في نص الفايت بو هدي بس مو هدي 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 عليا بعد إخبار الجميع بما حدث يستخدم جوكو كرات التنين لإحياء الأشخاص الذين قتلهم بو ونسي اللي قتلهم فيجيتا في بطولة المعارك هذه وبوضوح أنا مسح ذاكرتهم كلهم واتفقوا كلهم ولقوا حل يعني وسيط وبو بدأ يعقل ويهدى وما تعرف على مستر سيتن اللي هو هيركيول ما أدري إيش يطلع اسمه It's unbelievable The dreaded Majin Buu living a peaceful carefree life on a planet he once threatened I never could have expected this outcome هذه النهاية السيئة تعتبر لأنه جوكو لسه ميت يعني أعطاهم ماجن بو هدية بس هو ميت ليش يعطيهم ماجن بو طالما أنه هو مو موجود كان موت ماجن بو وراح Yeah, it's crazy, alright But I'm really, really glad it worked out this way It would have been such a shame for him to just die مين اللي مات؟ فيجيتا؟ أيوه صح ما رجعوا فيجيتا للحياة نسيوه وغوهان غوهان مو نهزم بعدين راح لعالم الكاي شكلهم رجعوه لاني انا ما اتذكر شفته انا ولا لا والله ما ادري في المشهد اللي قبل شويه Well Majin Buu was so strong that he could go toe to toe with me even in my Super Saiyan 3 form right Think of how great a rival he'd be for the next generation of fighters like Gohan and Goten Plus most of my fiercest rivals are now some of my best friends I tell you, you might be the only guy in the whole universe who'd think a planet-destroying freak of nature would be a shame to let die. I'm serious, though. Honestly, I don't even think Boo would have been a bad guy to begin with if he wasn't manipulated by somebody as evil as Babidi.
You may be right. Your track record shows you know how to bring out the good and even some of the worst people. ما بحرق عليكم اللقطة بس ترى اللي دبلش جوكو هو نفسه اللي دبلش كينكاي عادي. I just do what I do. With everything settled down now, it would have been really cool to fight Majin Buu at full power just one more time. هذه النهاية السيئة. But hey, maybe it'll happen someday. صح. ديم اصبر يا ماجن بسوي عليك الحركة القاضية ابغى اشوفها ما ابغاها تفوتني هاي ان شاء الله تضبط اثبت ايوه هي هذه اوه دراغون فيست ضربة التنين يا واد هذه مات صح؟ لا ما مات شت ما غيرت الأحداث برضو مرة ثانية فاتتني مرة مع فيجيتا ومرة مع ذا الأخ الحلو بو يمكن لجوكو شراء الوقت الكافي واستخدام الانتقال اللحظي للعودة تاركا ماجين بو لقتال بابيدي والاستقلال أنفق جوكو كمية ضخمة من طاقة كي في القتال ولذلك يمكنه البقاء على الأرض لفترة قليلة إنه يبذل كل ما لديه في تدريب جوتن وترانكس حتى اللحظة الأخيرة لكن لسوء الحظ حان وقت عودته إلى موقع المراقبة جوكو I'm sorry But it's about time we took you back to Otherworld. Right. I understand. What's the matter, Goten? Goten, honey. Do you want to give your dad a hug before he goes? Oh, was that all? You should have said so, son. Bring it in. Goten, you take good care of your mom for me, okay? Well, that's it, everybody. I'll see you all on the other side. يستخدم جوكو الذي عاد من ذا لا 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 اوكي المشهد اللي فات لما جوكو ودعهم بالانجليزي بالاغاني الانجليزيه يا انه كان مشهد يكتم الانفاس هذا اللي اقدر اقوله يكسر جوهان بالصدفه ختم كاي العجوز الموجود منذ 15 جيل ويطلق العناء لامكاناته الكامله بعد ما كسر سيف زيد وحرر بيروس وهذول اندمجوا وجاء المحارب اللي المخلص في هذه الأثناء على الأرض اتخذ جوتن اتحد جوتن وترانكس لإصبح جوتينكس يبذل المحارب الخارق كل ما في وسعه لمحاربة ماجين بو لكن في النهاية يفشل في هزيمته أخ فشل حرام مسكين ليه تفشل يا أخي مو وقت الفشل لسوء الحظ يجد جوهان نفسه يعاني في مواجهة بو الذي أصبح أقوى بعد امتصاصه جوتينكس سوبر سينس 3 وبيكولو عقل بيكولو الخارق أذكى واحد في القصة مع قوة حياة كايا العجوز يعود جوكو بدل الأرواح إلى الأحياء يأخذ أقراض البوتارو الخاصة بكايا التي تعود بقوة أوكي طب ليه ما ينفع واجه ماجين بو ذا لهبل من غير فيجيتو أوه امتص جوهان يا حرام
يمتص ديندي كمان ومتص مين؟ سيتان. يعود فيجيتا في هذه الأثناء إلى الأرض بمساعدة العرابة ولا يواجه. أوكي ورفض الاتحاد، لكن بعد أن علم فيجيتا بمقتل بولما وامتصاص ترانكس يغير رأيه. وأنا كمان مبسوط إني شفتك يا سوبر بو. يلا. Vegeta, let's do this. Hand it to me now. All right. I'm Vegeta and Kakarot together. Guess that makes me Vegeta. And this. Take this. Get ready for this. Is Super Vegito. Shall I get serious? Take this. خفت يا ماما. I've had just about enough fun for one day. So I'm going to give you 10 seconds to say your prayers before I wrap this up. Mats. Bull trap. All right. Let's hope this plan's crazy enough to work. بعد ما حرروا الشلة يعثر فيجيتا على الثغرة الصحيحة، ثم يسمح لبو بامتصاصه واخيرا ينقذ جوهان والاخرين. فيجيتو اوكي. لكن بانقاذ ماجين بو في هيئته التي ظهر بها لاول مرة، يتغير بو امامهم الى انقى هيئة له، وهي التي تفتقر الى الوعي. بعد ان اصبح تجسيدا للتدمير المطلق فانه يعيث فسادا في الارض. يساعد كايا الآسمي جوكو أصدقائه إلى الفرار من الأرض التي دمرت. يا حرام بالانتقال اللحظي. بعدين استدعوا بو عشان الفاينل فايت. كلهم قاعدين يتفرجوا على هذه المعركة. ايوه اعترف يا فيجيتا، قول كل اللي بخاطرك. First, I thought it was your loved ones. But it was your blind instinct to protect them that spurred you on, and pushed you beyond your limits. طفت. And certainly that was part of it. But over the years, I realized there was more. Something else in the way you approach a battle. You used to fight for the sheer pleasure of it. Sparing no one, I killed the
dominance to feed my insatiable pride. But you never fight to kill, or even to win, only to test your limits and become the strongest you could possibly be. You showed mercy to everyone, as if you knew one day I would possess the tiniest sliver of a soul. And here I am, fighting alongside you. You defy all logic. By some miracle, passion has rubbed off on me. Yet I still don't fully understand how you do it. How can you say and fight with such power, and at the same time be so gentle? Perhaps it's my anger that made me blind to the truth for so long. Hang in there, Kakarot. You are number one. غصبا عنك. طب انا كيف اتفاهم دحين مع هذه العلكة؟ علكة ممطوطة. هذه الحركة حتفشل، بس حجرب حظي. جاء الشيء. الشيء. ايوه. ايوه. شكرا يا مخرج. اضرب. لعيونك يا مخرج. لعيونك يا مخرج. كفو يا مخرج. شكرا يا مخرج. On your own. Discharge your energy all the way and vaporize this monster. What do you think I've been trying to do? I just haven't had a chance to concentrate. Can't focus my power. It's just so hard when he keeps coming at me. I only need a minute. One minute, that's all. كذا. احتاج نص دقيقة لا أقل. Fine. Then I'll make my stand against him for the next minute. And while he's occupied, you power up. أكيد في فايت بعده، مع النهاية لسه ما خلصت منك يا بو. حسيت إنه الفايت سهل ولا ما أعرف. يحاول فيجيتا كسب الوقت، لكن ماجين بو يهزمه. الآن يظهر السيد سيتان ويعلن أنه سيهزم ماجين بو بنفسه. عند رؤية هذا يحاول ماجين بو قتل السيد سيتان، لكن ماجين بو الأصلي ينفصل عن ماجين بو ويبدأ في الدفاع عن السيد سيتان، إلا أنه لا يصمد طويلا. جوكو الذي يفترض أن يعمل على زيادة طاقته كي الخاصة به أصبح مراهقا مرهقا، وبالتالي لا يمكن الحفاظ على التحول. Hey, Supreme Kai and Dende! Do you hear me up there? If you can, then say something, damn it! Vegeta! I think it's about time we let the people of Earth shoulder the burden for once. The plan is underway. It's time for you to create a spirit bomb. But even if I collect a little energy from all the people who were brought back, it still won't be enough to take down Boo. It won't just be a little bit. You'll get every ounce of spirit energy they can spare. Really want to use a spirit bomb, Vegeta. Since I thought it's Goku, I kind of feel like a problem there. Okay, guys, it's all set. And you can speak not to just Earthlings, but the whole universe if you want. That's more like it. Citizens of planet Earth, can you hear me? I like this new side of you, Vegeta. Nice going. Here we go. People of Earth! Give me your energy! We need you! It's ready! Go! You're an incredible warrior, Boo. It was you against the universe. Nearly won. I hope you can come back once more, but good. I want to fight you again, one-on-one, without all the loss. I'll be right there waiting for you, only stronger.
later. هزم ماجن بو الشرير هزم ماجن بو الشرير بقنبلة الروح، وعاد جوكو والآخرون بأمان إلى الأرض. يخرج جميع أصدقائه لتحيتهم. ماجن بو صار معانا بما في ذلك عائلتهم. You mean you can stay now? We can all be together like a real family? You and Gohan and Goten are back and there's no catch? That's right. I can't wait to get to Mount Paozu and have some of your good old home cooking, Chi-Chi. Oh, come on, Chi-Chi, why are you crying? I thought it was good news. جوكو على قيد الحياة مرة أخرى، وقد هزم أبوه والآن يعود إلى حياته كرجل عائلة. طلعنا أب، مو بدري إنه جي تي أب كذا. فصل بيروس وسيد الدمار. بعثت فريزا. في الحلقة الجاية. خليني ساكت على الآخر، ما هقول ولا كلمة.